على الخير والمحبة، نلتقي وإياكم بحلقة جديدة من برنامجكم منتصف النهار الذي يأتيكم عبر الشرقية نيوز من الأحد للخميس. مواضيع متنوعة ومواضيع عديدة نتناقش بها وإياكم بحلقاتنا دائما وأبدا. نذكركم بالتواصل معنا عبر موقع التواصل الاجتماعي facebook.com/منتصف النهار، دائما نشجع آرائكم المتنوعة. لنرى أبرز ما سيأتي في حلقتنا لليوم من عناوين. نيسان تسجل حالة وفاة هي الثانية في العراق بفيروس إنفلونزا الخنازير، ووزارة الصحة تنفي. إطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية في الأفراح والمناسبات، هذا هو موضوع قضيتنا لهذا اليوم. وضمن فقرتنا الصحية اليوم تتابعون كيفية الحفاظ على الوزن من خلال التناغم بين إحراق السعرات الحرارية وضبط الشهية. نبدأ جولتنا لهذا اليوم مع أبرز الأخبار المحلية. أعلنت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة البصرة إعداد خطة لإعادة تأهيل الدور التراثية ودور الفنانين والأدباء والتشكيلين في المحافظة. وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة البصرة باسم خلف إن تأهيل الدور الثقافية في مناطق البصرة القديمة والساعي وأبو الخصيب ستكون ضمن خطة مجلس المحافظة المقبلة، لتشمل تأهيل شارع السياب في منطقة جيكور بقضاء أبو الخصيب، كاشفا عن تقديم مقترح إلى مجلس المحافظة بتخصيص شارع خاص بالمثقفين في البصرة على غرار شارع المتنبي في بغداد. وأشارت لجنة الثقافة والإعلام إلى أن مشروع البصرة عاصمة الثقافة العربية لعام 2018 تضم مشاريع ضخمة واستراتيجية للجانبين الثقافي والسياحي، منها مشروع تأهيل قصر الثقافة والفنون والمكتبة العامة وتوفير وسائل النقل الحديثة وإعادة الدليل السياحي وإنشاء سوق المربد الثقافي، مرجحا إيقاف عدد من مشاريع البصرة عاصمة الثقافة العربية عام 2018 بسبب الموازنة العامة. أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة نيسان تسجيل حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير H1N1، محذرة من تفشي الوباء في حال عدم توفير اللقاحات المناسبة. وقال عضو اللجنة مرتضى علي حمود إن أحد المرضى توفى في 10 من كانون 2 يناير الحالي، مؤكداً أنه بعد الاشتباه بحالة مرضه أرسلت التحاليل إلى المعامل الصحية المختصة في وزارة الصحة التي أكدت أن سبب الوفاة هو إصابته بالفيروس القاتل. وطالب حمود دائرة صحة نيسان باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتوفير اللقاحات المناسبة لتلافي تفشي هذا الوباء. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر طفل أصيب بطلق ناري وهو في أحشاء والدته جراء الإطلاق العشوائي للنار بعد فوز المنتخب الوطني على إيران في مباريات كأس آسيا لكرة القدم. وأجريت في إحدى مستشفيات البصرة عملية قيصرية للأم وطفلها، حيث تمكنت الدكتورة آلاء موفق الداغر والفريق الطبي المرافق لها من إخراج الطفل حياً من بطنها بعد أن أصابه الطلق الناري في أسفل العمود الفقري. الحمد لله على سلامة الأم والطفل، وجزيل الشكر للدكتورة آلاء داغر. مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة إصابة 44 شخصاً جراء الإطلاقات النارية العشوائية احتفالاً بفوز المنتخب الوطني. يعني ظاهرة إطلاق العيارات النارية ظاهرة خطيرة جداً تتسبب بإزهاق أرواح الأبرياء، ونظراً لأهميتها اليوم رح نسلط الضوء عليها ونناقشها مع المختصين في قضية منتصف النهار. إذاً مشاهدينا، ننتقل بكم إلى قضية المنتصف، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اليوم قضيتنا مهمة جدا تتعلق بأرواح الناس
وهي شائعة بسبب غياب القانون وانتشار السلاح في يد المواطن العادي. ظاهرة إطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية في الأفراح والأحزان هي ظاهرة قديمة، لكنها انتشرت بشكل كبير نتيجة للأسباب التي ذكرناها قبل قليل. هي تحتاج إلى وقفة جادة من قبل المعنيين، سواء الأجهزة الأمنية أو مؤسسات الدولة أو رجال الدين والقانون، لنشر الوعي بين الناس حول خطورة هذه الظاهرة من جهة، ومحاسبة المقصرين من جهة أخرى. نحن نتحدث عن 89 إصابة جراء إطلاق العيارات النارية العشوائية. إذن مراسلنا في بغداد سيف عبد الوهاب سلط الضوء على هذه القضية. نتابع هذا التقرير ونعود لمناقشة هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد. لم تمض الأفراح على العراقيين سوى لحظات ليحل الحزن مكانها. هذا ما حصل بعد إطلاق العيارات النارية التي شهدتها بغداد والمدن العراقية بعد فوز المنتخب الوطني، لتسجل مستشفيات العاصمة دخول 89 مصابا جلهم من النساء والأطفال، صنفت إصاباتهم بالمتوسطة والخطرة، من بينهم امرأة حامل أصيبت هي وجنينها. استطاعت الكوادر الطبية إنقاذهم من موت محقق، فضلا عن وفاة 2 لجروحهم البليغة بحسب وزارة الصحة العراقية. فقط في بغداد مستشفياتنا استقبلت 89 حالة إصابة، وفي نفس الوقت أن هناك حالتين وفاة في مدينة الصدر. طبعا للأسف أنه هكذا أرقام عالية، أعتقد إحنا نحتاج إلى وقفة من قبل كل الناس الخيرة في هذا البلد، أنه إطلاقات النارية تتوقف، لأنه ما معقول أنه أنت يعني مع اعتزازي بالمباراة ومع اعتزازي بالمنتخب الوطني، ولحد الآن لم نصل إلى يعني مستوى الفرح إلا بالإطلاق النار. أعتقد أنه نحتاج، هناك قوانين موجودة يجب أن تأخذ مجراها، يجب أن تطبق على مستوى الواقع، وهناك جهات رقابية يجب أن تعمل من أجل الحد من هذه الظاهرة. يوم أمس 89 مصاب تصور دخلوا إلى المستشفيات، هناك العديد من الحالات الخطرة وخاصة حالات الأطفال، هناك حالات حتى من ضمنها حالة حامل مصابة بإطلاق ناري، والطفل مع الأسف أنه في بطنها أيضا مصاب بإطلاق النار. وتعد ظاهرة إطلاق النار في الأفراح والمناسبات من إحدى الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع العراقي منذ زمن بعيد، حتى بات مشهدها مألوفا في يومنا هذا. اعتبرها البعض وسيلة للتعبير أو إبراز القوة أمام الجمهور، ويطالب العراقيون بتفعيل القوانين ومحاسبة الجنات الذين لا يكترثون مما يحصل من حوادث نتيجة الإطلاقات العشوائية التي حولت الأفراح إلى مآتم. الطلقة هاي من تصعد لي فوق ما راح تنزل، تنزل على راس طفل، على راس واحد صاعد بسطح يمشي بشارع يسوق سياره توقع على القماره ويقلبها بها عائله يمردها اشكال والوان. يعني حوادث هوايه تشوف بسبب هاي الاطلاقات الناريه وهاي الاخلاق يعني مو حلوه، ودي تعرض هواي ناس للخطر، يعني هواي ناس دي تتصاب بهيك حاله. يعني حتى اكو بعضهم ناس شفتهم انه ما يفرح من المنتخب يفوز، يعني راح تصير على ضوها هواي اصابات وهاي اضرار من الناس، يعني مو بس الاشخاص حتى السيارات. يعني انا عندي احد اقربائي سيارته جام موقع عليها طلقات انكسر اليوم، هي حاله مو حضاريه وما لاقه بالمجتمع العراقي هيك حالات. يعني يا ريت يعني حتى القوات الامنيه تحاسب كل شخص يحاول يبدي هيك ظاهره انه يرمي اطلاقات ناريه عشوائيه، وحتى هم القوات يكونوا مشددين على هذا الشيء. بصراحه شو محاسبه؟ ماكو محاسبه بالعراس، وهذه التشييعات همين هو قاعد يرمون عليهم، ماكو محاسبه. يعني المفروض المواطن يحس بالمسؤوليه تجاه هيك افرح، يا اخي انت افرح، افرح بغير طريقه، اطلع بالشارع شيل العلم العراقي. اخي هاي العيارات الناريه محتاجه، الجيش محتاجها، يعني احنا نمر بظرف صعب. انا شفت مو فقط المواطن، يعني شفت بعض عناصر الامن انه يسحب مسدسه او يسحب بندقيته ويرمي بالشارع. فالنقطه الاولى هي المسؤول عنها الدوله طبعا، بالنسبه لمحافظ بغداد او الداخليه، يعني النظر في هذه القضيه. حدث اطلاق عيارات ناريه واصاب احد المواطنين،
في قدميه، وطبعا قمنا بنقله الى المستشفى وحدث، وقلت لك يعني هاي الظاهره غير حضاريه كلش. اصابته خفيفه؟ هي اصابته كل مو كلش قويه ولا كلش، وانما وسط يعني، يعني قدرنا راسا نعالج الامور يعني بالاسعافات الاوليه. طبعا وزاره الداخليه العراقيه اصدرت قراراتها للحد من هذه الظاهره، وهددت باعتقال المخالفين ومصادرة أسلحتهم سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، مؤكدة أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات أمر مرفوض، فيما يرى مراقبون أنها أصبحت عادة اجتماعية متأصلة في المجتمع، بل أصبحت جزءا من عادات وتقاليد لا يمكن للأجهزة الأمنية أن تقف وجهها. لبرنامج منتصف النهار سيف عبد الوهاب، بغداد. يعني بداية نريد أن نبارك للمنتخب العراقي على إبداعه بهذا الفوز الجميل يوم الجمعة، لكن هذه الفرحة الكبيرة التي عمت قلوبنا وعمت كافة البيوت تأثرنا بسماع عيارات النارية، ومن سرق هذه الفرحة هي مواطنين دعوني أسميهم بالجهلة الذين يعني استخدموا إطلاق العيارات النارية للتعبير عن فرحهم. عندما نقتل أرواحا بريئة، وعندما نجرح ونصيب أرواحا بريئة، عندما نسمع أن أم حامل تعرضت إلى إطلاق عشوائي لعيارات النار، عندما نسمع أن 89 إصابة كانت في بغداد فقط، فما بالكم في بقية المحافظات التي يمكن أن يكون هذا العدد وصل إلى أضعافها، عندما نرى هذه الفرحة تتحول إلى ترح وإلى حزن، من سرق هذا الحزن؟ مواطنون لا يعلموا المعنى القوي لهذا الفرح. ممكن أن نشعر بالفرح عندما نتبادل مثلا الحلوى مع جيراننا، عندما نوزع أطباق من الحلو على الناس اللي حوالينا، لكن لا نسرق هذه الفرحة بتحويل ظاهرة فرح إلى ظاهرة ترح. من يسرق هذه الفرحة غيرنا نحن، من يحول هذه السعادة إلى حزن. نحن دائما نقول يعني نتمنى أن نرى العراق عراقنا الحبيب بكل خير وكل سعادة، ولكن عندما تكون هناك مناسبة سعيدة مثل فوز منتخبنا يكون هناك بعض الأشخاص أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يعلمون خطورة هذه الظاهرة. لماذا؟ لغياب السلطات عن هذا الموضوع. بعد اعتقال أعداد كبيرة من الأشخاص الذين تبادلوا إطلاق عيارات النارية نراهم بالشوارع يمين ويسار ويطلقون النار العشوائي. لما؟ ما ذنب هذه الطفلة البريئة؟ ما ذنب الأهل الذين يفقدون أرواحا بريئة؟ ولماذا؟ ليس لحرب أو أي شيء، ولكن للتعبير عن فرحهم. متى يتحول تفكيرنا إلى تفكير إيجابي؟ متى نعرف متى استخدام السلاح بطريقة صحيحة؟ للأسف شوارع بغداد اكتظت بالفرحين والسعيدين بهذا الموضوع، ولكن للأسف لا يوجد لنا الوعي الكافي للسيطرة على هذه الظاهرة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الاجتماعي أحمد السراج من بغداد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بي سترانت. حقيقة قبل أن نهنئ المنتخب الوطني بهذا الإنجاز الكبير، نعزي عوائل الضحايا الذين سقطوا نتيجة طيش البعض مع شديد الأسف. هذه الظاهرة التي أنا أعتبرها من أمراض المجتمع، هي بالتأكيد نحن لا نعممها على الجميع. مجتمعنا الحمد لله فيه نخب واعية تشخص هذه الحالة، فيه شيوخ عشائر ترفض هذه الحالة. حتى المرجعيات الدينية لكافة الطوائف حرمت إطلاق العيارات النارية العشوائية. نعم. وأحب أن أنوه إلى أن مرجعية النجف وعلى رأسها السيد السيستاني أفتى بأن من يطلق العيارات النارية عليه أن يدفع دية مقتول، بمعنى إطلاق نار عشوائي هكذا عليك أن تدفع دية مقتول، ودية المقتول 22 مليون دينار. هذه للذين لا يعرفون مدى وخطورة هذا التهور وهذا العمل الذي أضاع هذه الفرحة وهذه الابتسامة التي كان الشعب العراقي حقيقة محتاج إليها من الشمال إلى الجنوب. الشعب العراقي الجريح كان ينتظر فوز المنتخب، ولكن والله الكثير منا، الكثير من النخب كانت تتمنى أن يخسر المنتخب حفاظا على أرواح الناس. يا أخي يا أعزائي، أيها الشباب، أيها المندفعون، احتفلوا بطرق أخرى. هذه الطرق البدائية، الطرق الغير حضارية، لن تجدها الآن في كل دول العالم. اذهب، كثير منا ذهب إلى دول الجوار، دول الخارج، لا تجد هذه الظاهرة إلا في العراق. يعني لكن للأسف سيد أحمد، يعني سيد أحمد، موضوع إطلاق العيارات النارية هي موجودة بمجتمعنا العربي كافة. يعني نحن نرى التعبير عن السعادة مثلا
في حال صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة، سواء في الأفراح سواء غيرها، يعني نحن نسمعها أيضا في الوطن العربي، لكن برأيك في بغداد وفي العراق خاصة، ما هي أسباب انتشار ظاهرة إطلاق العيارات النارية؟ يعني نحن نحول أفراحنا إلى أحزان. اليوم صور الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي مليئة بصور قاسية وصور جارحة، بدل ما تكون تهنئة لهذا المنتخب الذي فرحنا وأسعدنا جميعا. فما سبب انتشار هذه الظاهرة؟ أنا باعتقادي هي فوضى السلاح، هذه الفوضى الغير مسيطر عليها حقيقة. الدولة يجب أن تفعل القوانين. اليوم الكرة في ملعب الداخلية وملعب الحكومة، عليهم أن يفعلوا القوانين التي تمنع وتحاسب من يطلق العيارات النارية. هكذا عليها أن تشدد على قضية إجازة السلاح. أنت تقولين في الدول العربية، والله لا توجد في الدول العربية هذه الظاهرة، ربما حتى يجوز فقط في الصحاري في المناطق البدوية والريفية، ولكن في العراق اليوم منتشرة في المدن. يا أخي أنت حينما تطلق العيارات النارية أين تنزل هذه العيارات؟ تنزل على وأنت في حي سكني، لم تأخذ روح مواطن فهي تسقط على ممتلك للناس، سيارات الناس، بيوت الناس. هذه الظاهرة أنا كما أسلفت يجب تشخيصها، يجب الوقوف عندها وعدم السماح. تدرين اليوم عوائل الشهداء اليوم تظاهروا في ساحة التحرير، هذه المعلومة، أن أبنائهم حينما سقطوا هم أين يأخذون، من أين يأخذون، من أي جهة يأخذون التعويض؟ فهم يطالبون الحكومة اليوم بالتعويض. لو كانت وزارة الداخلية وزارة الدفاع أيضا تسيطر على بعض المنتسبين المنفلتين، وأنا أحب أن أؤكد أن هناك من أطلق النار من بعض المفارز، المفارز بدأت تطلق النار، هؤلاء يجب محاسبتهم، يجب أن يكونوا هم قدوة لضبط النظام وضبط القانون، لا أن يكونوا هم وسيلة لتشجيع الشباب على إطلاق العيارات النارية. صح، ولكن هذه ظاهرة خطيرة. ونحن سمعنا نحن سمعنا الآن عن المبادرة الوطنية لوقف إطلاق النار الذي قام به مجموعة من الشباب في اليومين الماضيين. يعني سيد أحمد، نحن نرى في هذا الوقت هناك محاربة كبيرة لكل أنواع العنف، ونحن بشكل كبير دائما وأبدا نرى مجموعات من الشباب التي تقف وقفة واحدة وصامدة ضد العنف، ولكن في الفترة الأخيرة نحن نرى انتشار هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة أكثر مما مضى، على الرغم من انتشار الوعي بشكل أكبر، على الرغم من فهم شبابنا لخطورة هذه الظاهرة، وخاصة بعدما رأيناها يوم الجمعة. فبرأيك لماذا تصاعدت وانتشرت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن المؤشرات يجب أن تدل على عكس ذلك؟ يعني وخاصة بعد 2003 نحن نرى الشباب يقفون وقفة يعني صارمة ضد الاستخدام العشوائي لإطلاق العيارات النارية أو غيرها. هي ظاهرة انتشار السلاح، هي ظاهرة ليست جديدة على المجتمع العراقي. المجتمع العراقي منذ أيام القبيلة إلى اليوم هو متسلح، ربما شبيه للمجتمع اليمني، ولكن تفعيل القوانين، أنا كما أسلف تفعيل القوانين، دور الحكومة اليوم يجب أن يكون صارم وغير مجامل في هذه القضية. هو هذا الذي يردع المواطن. وأحب أن ننوه إلى قضية حدث في يوم من الأيام، تشيع إلى أحد أقاربي توفى إلى رحمة الله، والله الشيوخ والكبار والرجال حذروا من إطلاق العيارات النارية، قالوا أخوان هذه عملية تشيع، اذكروا لا إله إلا الله، ولكن ما أن تحركت الجنازة حتى لا تعرفين من أين تخرج الإطلاقات. شباب مندفع متهور، يعني أنت لا تستطيع أن تمسك، لا المؤسسة الدينية تمنع ولا المؤسسة العشائرية، ولكن باعتقادي اليوم تفعيل القوانين، الدولة إذا كانت القوانين صارمة هي الوحيدة المسيطرة على هذا الانفلات وهذه الفوضى في السلاح. الدولة حينما تفعل، حينما تحاسب، حينما تعتقل مطلق العيار، وكذلك محاسبة السيطرات التي مسؤولة عن بعض المناطق حينما يحدث فيها إطلاق نار، حينما يحاسب ضابط المفرزة أو ضابط السيطرة أنه لماذا لم يأتي بموقف عن هذا الإطلاق، لم تحدث هذه المحاسبة، باعتقادي لن تتم السيطرة على هذا الانفلات وهذه الفوضى في السلاح. لكن سيد أحمد، نحن سمعنا أن تم ضبط عدد كبير من الأشخاص الذين أطلقوا هذه العيارات النارية. يعني برأيك ما هو دور مؤسسات الدولة؟ كيف ممكن أن تسيطر على هذا الموضوع؟ أنت تقول أن نحن نلوم الدولة في هذه الظاهرة وانتشارها بشكل كبير، لكن هل ترى إذا تم تفعيل قوانين أكثر صرامة وأكثر تأكيدا على هذا الموضوع وأن تكون أقسى على المواطن، فبالتالي سيصبح دوره فعال أكثر أو سيستطيع العمل بطريقة أفضل؟ والله لو فعلت القوانين وطبق القانون بحذافير على هؤلاء الأشخاص الذين تجاوزوا وأهدروا دماء الناس، ثقي خلال أقل من شهر لن تسمعي إطلاق واحدة.
أنت تدرين أنه يوميا تحدث إما حالة فرح أو حالة حزن، ولكن كون أنه القضية أصبحت عامة بفوز المنتخب سلطت الأضواء عليها، يوميا تذهب دماء، يوميا بسبب التشييع أو بسبب الاحتفال بفرح معين. للطرفة قال لي أحدهم، قال لي فقط الشعب العراقي أو الذين يطلقون العيارات النارية فقط لا يطلقون النار وهم معظمهم يشجعون إما الريال أو برشلونة، ولكن إحنا ما يخسر أحد الفريقين لا يطلق العراقي العيارات النارية. أنا فقط مستغرب إلى هذه الحالة، يعني من باب التندر إلى هذا الحد وصلنا. كل شيء على كل مناسبة نطلق العيارات، في الفرح، في ختان الأطفال، في تجربة السلاح، وكأنما إطلاق العيارات أصبحت لعبة للشباب، مع الأسف، مع شديد الأسف للشباب العراقي. نتمنى التعبير عن الأفراح بطرق أخرى. اليوم موجودة هذه الصعاديات كما يقال، الألعاب النارية، إذا كنت تنتشي بإطلاق العيارات تمتع بهذه النشوة من خلال إطلاق العيارات النارية. ابتعد عن العيارات النارية من خلال هذه الألعاب. لا يعني ممكن مصادرة الأسلحة التي تكون بيد المدنيين في أو العائلات التي يعني لا يجوز على الأفراد، أفراد عاديين، أن يقتنوا السلاح. ممكن أن نقوم بإصدار قوانين مثلا لمن يقتني السلاح، ويتم هناك دورات تفتيشية للقضاء على كل من يمتلك هذه الأسلحة. سيد أحمد، سنرى بعض الصور لبعض الأشخاص المتأذين جراء إطلاق العيارات النارية الطائشة، يعني وندعو الأشخاص ذوي القلوب الضعيفة ألا يتابعوا هذه المشاهد. يعني نحن الآن نراها أمامنا سيد أحمد، يعني إذا رأيت أن هناك واجب للتعليق على الموضوع. نعم تفضل. نعم هذه والله مناظر مؤثرة، مناظر تدمي القلب، ولكن باعتقادي يعني الدولة يوجد قانون أنه السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، بمعنى أي إنسان عراقي يحمل السلاح غير مرخص فهو يحمل تهمة، يعني يصادر هذا السلاح موجود. ولكن المشكلة التفعيل هذه القوانين كلها معطلة، كل هذه القوانين تخضع للمجاملات، تخضع للصفقات، للمساومات. لماذا هذه يعني هذه الدماء وهذه الأرواح التي تسهر؟ هذه ضحايا بالمجان، وكما أسلفت أنه لا العشيرة تسيطر ولا المؤسسة الدينية. اليوم مسؤولية الحكومة، رئاسات الثلاثة، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، البرلمان، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، اليوم يجب عليهم أن يبدأوا من هذه المباراة، من هذه المناسبة، لبناء قوانين جديدة صارمة تمنع هذه الحالة مجددا، لكي يعيش المواطن آمن. تدرين والله هناك يعني الذي يسلم من إطلاق العيارة النارية يتعرض إلى حالة، إلى صدمة نفسية. كثير من الناس تتحسس من صوت الإطلاقات النارية. صح. كثير من الأطفال يتعرضون إلى صدمات يمكن أن تؤثر على مجرى حياتهم. طبعًا. طول العمر. طبعاً. يعني هذا اللي ما ندعوه اليوم من خلال برنامج منتصف النهار ومن خلال حديثنا معك سيد أحمد. يعني لكن دائما أقول أن هناك دور كبير لرجال الدين في هذا الموضوع. هل ترى مثلا إذا تم الخطب في صلاة الجمعة أو غيرها بتوعية الناس بهذا الموضوع؟ يعني نحن نعرف دائرة الإفتاء العراقية أيضا أصدرت قبل فترة أن يعني من يستخدم العيارات النارية هذا مخالف للدين وعليه دفع مبلغ معين من المال، وتم ذكر عدة أسباب يعني لما يجب تفادي هذا الموضوع. فهل برأيك رجال الدين لهم دور أيضا في التأثير على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية؟ صدقيني، من يذهب إلى المسجد أو إلى الجامع أو الحسينية صدقيني لا يطلق العيارات النارية. المثقف الواعي لا يطلق، ولكن أنا كما أسلفت بعض الشريحة منفلتة من الشباب هذه لا تخضع لا للمؤسسة الدينية ولا للمؤسسة الخلقية، هذه لا يردحها إلا قانون الدولة، إلا تفعيل القوانين الصارمة، إلا أن تكون هناك سطوة وهناك محاسبة من قبل الحكومة لضبط هذا الانفلات لدى هؤلاء الشباب الذين يتباهون بإطلاق العيارات النارية وكأنما يريدون أن يثبتون الرجولة أو يتباهون أمام أصدقائهم بأنهم يمتلكون سلاح ناري. هؤلاء مسؤولية الحكومة، ولكن مع هذا يجب تفعيل هذه القضية من خلال المنبر ومن خلال المسجد ومن خلال وسائل الإعلام. أنت ذكرت قضية التواصل الاجتماعي، هذه ظاهرة جيدة أنه من خلال الفيسبوك تشخيص أنه هذه القضية قضية مرض مجتمعي يجب مكافحتها ومحاربتها، ولكن بنفس الوقت هناك بعض البوستات أو بعض الصور تظهر أحدهم يطلق النار تحية لهذا الشخص حينما ينشر منشور له. هذه أيضا ظاهرة غير جيدة في الفيسبوك، أنه أنت حينما تمدح شخص تظهر له بوست يبين إطلاق نار
التحية لهذا الشخص. هذه أيضا يجب أن نرفضها ويجب أن نبعدها عن صفحات التواصل الاجتماعي لكي تكون هذه الصفحة صفحة خاصة بتنقية أمراض المجتمع وتحصين الشباب من الانجراف إلى هذه الأخطاء التي تؤدي إلى هذه الدماء وإلى هذه المصائب التي تحصل إلى مجتمعنا الذي هو يعاني أصلا من مشاكل جمة أمنية يعني سياسية اقتصادية لنضيف عليه عبء جديد ومشكلة جديدة من خلال الأفراح والاحتفالات. نعم يعني نحن نعرف أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في إيصال صورة العراق للعالم، يعني نحن نعرف أن هذه الصور تصل إلى ملايين الناس، يعني هذه بلا مبالغة، ونحن نعرف أهمية مواقع التواصل الاجتماعي. وسيد أحمد يعني رأينا صور فعلا تقشعر لها الأبدان وصور فعلا تزعجنا جميعا نفسيا عندما ننظر لها، لأنها يعني نرى فيها صور أطفال، نرى فيها صور أمهات، نرى فيها يعني ما ذنب هذول الأطفال الأبرياء. أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي رأينا بضع صفحات أو منشورات يعني لنشر الوعي، ولبعض من الحملات سنراها الآن حملات ضد إطلاق العيارات النارية في المناسبات. هل نستطيع أن نراها؟ نعم هذه هي. إذا أنت عراقي غيور لا ترمي وتأذي إخوانك العراقيين، لا تقتل البسمة، خلي نفرح بطريقة حضارية، لا تبخل في نشرها كرة قدم العراق. سيد أحمد هل ترى الصور؟ نعم نعم صور جميلة، وأحييكم وأحيي الشباب الذين ينشرون هذه الثقافة الحقيقية، هذه ثقافة المجتمع المدني، المجتمع الواعي الذي يحارب هذه الظواهر المريضة. والله والله نتمنى تفعيل المجتمع المدني، المجتمع الذي يعبر عن تحصل يعني كرة القدم هي ليست خاصة في العراق. كثير من الدول تفوز ولكن لم نشهد مثل هذه الظاهرة، ظاهرة إطلاق العيارات النارية فقط في مجتمعنا مع الأسف، ولا أقول كل المجتمع العراقي، والله 90% من المجتمع العراقي رافض لهذه الحالة. أقلية بسيطة، هذه غير ملتزمة، وأكرر غير ملتزمة لا بالدين ولا بالأعراف. هذه مسؤولية الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع حصرا. والله لو كان هناك تفعيل للقوانين لما تجرأ هؤلاء الطائشين على مثل هذه الأفعال. فعلا يعني، ونحن كلنا فخر بالمنتخب العراقي، وبدل من أن نبارك له وأن نكون سعيدين في هذه الفرحة، نحن الآن نعزي أهالي الأشخاص الذين توفوا إثر إطلاق العيارات النارية الطائشة. على كل كان معنا من بغداد السيد أحمد السراج الباحث الاجتماعي، شكرا جزيلا لك لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة جدا وتهم كل غيور على وطنه وكل غيور على العراق. تحياتنا لك وشكرا لك. على كل المشاهدين، كان هناك يعني تعليقات كثيرة في هذا الموضوع عبر صفحتنا يعني عبر موقع التواصل الاجتماعي. سنأخذ فاصل قصير ونرجع وإياكم لمتابعة تعليقاتكم. أهلا بكم من جديد. نبدأ أولى تعليقاتنا مع علي البغدادي الذي يقول: تحية طيبة، أكيد وجود هذه الظاهرة المتخلفة ومنتشرة جدا في مناطقنا سواء في بغداد أو غيرها، وهي تدل على تخلف عقلي، وأنا أسف لوجود الأسلحة بأيدي أناس هم ليسوا أهلها وأهدارها بالهواء بدلا عن استخدامها بحفظ الأمن الذي نفتقده منذ سنين، ونسأل الله الأمن والأمان وشكرا لكم. شكرا لك يا علي. شكرا لكم لاختيار هذا الموضوع. باختصار، أكيد الشخص اللي يطلق النار بالهواء يحب المنتخب ويحب العراق، لكن هو يحب نفسه أكثر، وهدفه أن يرى الناس ما يبذل باتجاه العراق وما يهمه أين وعلى من تسقط إطلاقاته. قادر عباس يقول: المسألة مسألة ذوق وثقافة، فليس هكذا الفرحة يا أحبابنا. وبما أنه إحنا عم نحكي عن موضوع إطلاق النار العشوائي من خلال تعليقاتكم على الفيسبوك، رح ننتقل معاكم حتى نشاهد مقطع فيديو نشره النجم الكبير لاعب المنتخب الوطني يونس محمود في معرض الكرة العراقية المصور، يتحدث فيه عن هذه الظاهرة السلبية ويدعو جميع العراقيين إلى التعبير عن فرحتهم دون إطلاق النار. أحب أبارك للشعب العراقي كل من شمال الجنوب، من جنوبنا الطيب إلى شمالنا الراقي إلى وسطنا الطيب العذب إلى عشائرنا الأصيلة إلى كل الأخوان المواطنين وكل بالقوات الأمنية بالحشد الشعبي بالحرس الوطني بسوات بكل المجالات.
حتى موظفين بالدولة. أنا أتمنى منكم أنه الفرحة مالتكم ترتقي، لأن أعتقد الإطلاقات النارية تأذي بعض المواطنين، يعني تأذون منها، وهذا يعلمنا ويعلم العائلة يعني ما فرحت ويانا بهذا اليوم. أتمنى كل العراقيين يفرحون ويفوزوا المنتخب، لأن هذا هواي يسعدنا وهواي يعطينا قوة ودعم للمنتخب العراقي. أتمنى نرتقي بالاحتفال مالنا، نتونس، نطلع للشوارع، نتحاضر بيناتنا، إحنا شعب واحد، إحنا أخوان، ويا رب دائما نكون أخوان، والعراق كله يكون واحد، شعب واحد، من كرادنا، من شيعتنا الطيبين، من سنتنا الذهب، من مسيحنا أهل القلوب الصافية، من يزيدينا وكل دانينا وعاشورينا وكل طوائفنا وكل الدول اللي يجون يمن الخطار، ننطيهم درس إنه إحنا نحتفل احتفالنا بمنتخبنا وفي أي مجال إن يكون احتفالنا راقي. أتمنى تصل رسالتي لكم، لأن أعتقد هذا تأذي عائلة عراقية، والعائلة العراقية من يتأذى واحد منهم أكيد ما راح يفرحون في اليوم، وهذا يأذينا. أتمنى من رب العالمين إنه يصل كلام للجميع، وأنا أخوكم يونس محمود لاعب المنتخب العراقي، أتمنى إنه رسالتي تصل لكم ويكون احتفالنا راقي إن شاء الله، سلاما وبردا وسلاما على الشعب العراقي. شكر كبير للاعب المنتخب الوطني يونس محمود، يعني فعلا ما قاله وما اقتم به، يعني هذا فعلا هي رسالة من لاعب المنتخب الوطني، ويعني من يعني من شخص يمر في فرحة عارمة ربما بفوز المنتخب العراقي. لكن هذه دعواتنا اليوم لكم جميعا، ألا نحزن بعد فرحة كبيرة، دعونا نبتسم دائما ونكون سعيدين لنمنع إطلاق العيارات النارية، ولتبدأ في كل واحد منا. إذا رأيتم شخص يحمل سلاح ويريد أن يطلق العيارات النارية، لنقف وقفة واحدة. هذه رسالة من برنامج منتصف النهار ومن اللاعب يونس محمود لوقف هذه الظاهرة البشعة التي دمرت سعادة عدد كبير من في هذا اليوم. يعني وصول المنتخب العراقي لهذا النجاح وإبداعه في هذه المباريات، دعونا نفرح بهم ونرفع رأسنا بهم، لا أن نحزن على موت وفراق عدد كبير من الأشخاص. على كل المشاهدين، فقراتنا المنوعة مستمرة معكم وتشاهدون فيها أيضا التراث البغدادي الأصيل، منهل للفن في لوحات الفنانة التشكيلية المبدعة بشرى الخطيب. أهلاً وسهلاً بكم. إذن فقراتنا المنوعة ما زالت مستمرة، واليوم في فقرة المبدعون الأسبوعية نسلط الضوء على موهبة عراقية أبدعت أناملها في إنتاج لوحات فنانية رائعة جمعت التراث الجميل والماضي بالحاضر. نرحب معاً بالمبدعة العراقية الفنانة التشكيلية بشرى الخطيب. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك يا الله يحفظك. يعني ازدان اليوم استوديو بهذه الألوان وهذه اللوحات الرائعة. بارك فيك، هذا من توفيق الله. الله يخليك. يعني بداية نحب تتحدثي لنا عن موهبتك، متى بدأت وكيف اكتشفتي هذه الموهبة؟ حقيقة بديت أحس أنه أنا عندي هواية قوية للرسم من كنت أنا صغيرة بالابتدائية، وأول من حس بيها المدرسين فبلشوا يأكدون على الأهل أنه اهتموا بيها وشجعوها لأن عندها موهبة بالرسم. فبدت أول شيء الاهتمام من البيت، من بيت الأهل، الوالد والوالدة والأخواني طبعا، والحمد لله والشكر. وبعدين لما بديت أدرج مراحل الدراسية بدأت التأكيد والاهتمام بي من الأساتذة. يعني هي المدرسين والبيت اللي البيت بدأت من البيت هي أول شيء، والمدرسين طبعا. نعم. وبعدين بعد الحياة الزوجية بلشت الزوج والأولاد والصديقات دائما يأكدون علي أنه بدي استمري لا تتوقفين، والحمد لله والشكر. وأساتذتي طبعا أساتذة بالفن التشكيلي هواية يهتمون ودائما يشجعوني، فالحمد لله والشكر. يعني ما شاء الله الحمد لله. يعني لنتحدث مثلا عن
عن الأشخاص اللي بيمتلكوا هذه المواهب بشكل عام. نعم. يعني نحن نسمع عدد كبير من الشباب مثلاً يكون عندهم هذه الهواية مثلاً الرسم. نعم. فيعني يعني نصيحة منك لهم. والله أنا دائماً أشجع يعني أي شخص أي إنسان سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو شابة، صغير طفل أو طفلة، أشوف عندهم هاي الموهبة أكد عليهم إنه شجعوها طوروها نموها، لأن في شيء كلش حلو. تمام. يعني إحنا نتحدث أيضا لما أنت ابتدأتي في هذه الهواية، يعني هواية نعم. الرسم. نعم. هل كان هناك أحد أفراد عائلتك مثلا عندهم هذه الهواية؟ نعم نعم كان. الوالدة كانت بالذات تميل للفنون بس بشكل يعني ثاني مختلف. مو الرسم، الفنون الثانية اللي هي شغلات التطريز وشغلات النقش. كانت فنانة الله يرحمها توفت. أخوي ما شاء الله عليه، أخوي كامل فنان من الدرجة الأولى. فنان شو تشكيلي عليه؟ يرسم بتقنية عالية وينحت يحفر بالخشب، لكن هو مهندس بالوقت الحالي، فهي الشغلات يعني تاركها. لكن يعني الجميل انه نرى العائله الفنيه دائما. نعم. تساعد او الحمد لله. ابن عم والدي نفس الشيء، العم مهدي انه رسام من الدرجه الاولى وخطاط واسمه معروف على مستوى في العراق. طيب انا سؤالي لك يعني فنانه البشرى، يعني عندما نتحدث عن الفن، نعم، دائما هناك شيء يوحي او يساعد الفنان على الابداع، ما هو الهامك او مصدر الهامك في الرسم؟ التراث والمرأة. التراث والمرأة يعني هو اللي يشدني دائما. احس المرأة مقيدة، دائما احسها مقيدة. وبالنسبة للتراث، تراثنا كلش حلو، فلازم واحد يهتم بيه ودائما يذكره، فكل واحد يعبر عليه بطريقته بالتأكيد. يعني احنا شايفين، راح اخذ احدى اللوحات. يعني ما شاء الله لوحات رائعة. تمام. هي بالعرض، هاي تنعرض. نعم هي بالعرض. يعني العفو، احنا نرى يعني تكنيك مختلف. نعم. في بروز بالضبط بالضبط بالضبط. نعم. شغلي دائما اخلي بيه شغلات، ولذلك ياخذ مني وقت. فاذا تلاحظين هاي اللوحه بيها شغلات بغداديه، دائما العراقيين يحبون هاي شغلات الكف. اذا تلاحظين هاي شغلات القديمه اللي بعاد العين او بعاد الحصن، هاي الشغلات اللي هي القوارير او الفازات، الابواب اللي تعتلوها سبع عيون، الجرار دائما يحبوها. ودخلت انا بشغلي ادخل احاول ويا التراث امزج شغلات حديثه، مثلا شويه هاي شغلات الثريدي دخلت بيها. صح. مثل بوابات هاي المطرقه يعني. طب هذه شو كان الهامك مثلا من الرسمه؟ يعني كيف خطرت في بالك؟ والله انا الحلو انه انام بالليل، واحيانا يجي الالهام في لحظه معينه، واحيانا اقوم نص الليل اسوي خطط سريع اللي اجى ببالي، لان احتمال للصبح انساه. هو دائما بيحكوا على فكره هي قمه الالهام مثلا في اوقات الليل مثلا. صح. الواحد صح. يتاثر بهذا. صح. الوقت. صح. وهون يعني نحن نرى تاثير التراث البغدادي الطاغي على هذه. نعم. اللوحه. نعم. طيب استخدامك للالوان، هل له تاثير مثلا اختيارك للالوان؟ اي نعم. سابقا كنت ارسم انا بورتريت واستخدم الزيتي، لكن حقيقة صار عندي مشاكل لما حولت شغلي إلى الرسم على الزجاج. استخدمت مواد زجاجية بلشت تتأثر على الجهاز التنفسي. نعم. فكانت خطرة جدا ومن عاني الأطباء منها، فحولت حاليا على الأكريليك. على أي ألوان نظيفة سريعة ومريحة وما تحتاج إلى أي تقنية أو إلى أي ما بها أي سايد افكت حقيقة. فأني شغلي كله على الأكريليك. يبتدي الحالي. الفنان يعني يبتدي بأسلوب معين، ولكن يعني مثلا هون نرى الجزء الثريدي. كيف تطوري نفسك في الفن؟ هل تقرأي مثلا عن الأساليب الجديدة في استخدامها؟ أحيانا نعم، أحيانا بالتأكيد. لازم الإنسان يطور نفسه ويتابع. المفروض يعني. طيب أهمية استخدام الألوان في اللوحات، يعني هذه اللوحة ما شاء الله ألوانها رائعة. الله يخليك. رح نتحدث عنها لأن فيها تفاصيل كثيرة. نعم نعم. هاي أيضا بيها القباب للجوامع، بيها شغلات اللي هي اللي بالنقوش اللي إذا تلاحظين. نعم. دائما يستخدموها بالجدران أحيانا. نعم نعم. اللي نشوف على الكاميرا بشكل أوضح. أي نعم. الكف إذا تلاحظين هذا هواية إحنا نعمل فيه، والكف رائع للتفاصيل. التفاصيل اللي نعم. يعني ما بعرف إذا هو مبين على الكاميرا، لكن
كل هذه الأجزاء فيها بروز عن الـ عن الـ عن اللوحة، ويمكن هذا شيء عم بيميز أعمالك. ومثلا هنا البيوت القديمة، القباب دائما أأكد عليها بلوحاتي، المرأة القديمة نرى تأثير المرأة في هذه اللوحة. نعم، فدائما أحاول أخلط بشغلي. لكن بهذه الرسمة بالذات فيها تفاؤل، استخدامك للألوان الفاتحة. نعم، هذا طلب الناس، طلب الناس يحبون الألوان الحارة. أنا سابقا كنت أميل للألوان الباردة فقط، لكن هلأ بعدين لا، بلش الطلب يقولوا لي دخلي الأحمر، أريد أحمر، أريد أورانج، أريد أصفر. يعني بالضبط بالضبط. طيب وان كمان نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أنا أستخدم أسماء الله أو البسملة أو أحيانا المعوذات. لا أنا مو خطاطة، ولكن هم اللي أقدر عليه أنه يطلع مني الحمد لله. طيب وهذه التفاصيل هذه كلها كمان شغلك؟ كلها شغل، كلها شغل، أنه لازم الفنان يعمل له بصمة، بالنسبة لي يعمل لي بصمة خاصة وأظل يعني أحاول أطورها. طيب سؤال، مثل هذه اللوحة، نعم، كم من الوقت تاخذك تقريبا؟ لأن الشغل يكون على مراحل فتأخذ وقت. دقيقة جدا عشان نعم. هيك أنا أسألك. نعم، تأخذ وقت. نعم، وهل هل هل تعرضي هذه اللوحات في أماكن معينة ولا على الطلب مثلا؟ والله هي على الطلب، وأنا قمت معرض شخصي بال 2014 في قاعة الفندي، واشتركت ب 55 لوحة فنية، والحمد لله والشكر لاقى نجاح. طيب خلينا نتابع بعض اللوحات اللي موجودة الآن، رح نشوفها أمامنا. نعم، لو يمكن نعلق عليهم أيضا. هاي اللوحة اللي اشتركت بيها بالمهرجان الفني اللي كان يترأسها الدكتور ثامر الناصري، وقيمة هنا في الأردن سنة 2013. نعم. طبعا هاي جزء من اللوحة، هي مو اللوحة كاملة، إن شاء الله تعرف لوحة كاملة. أكدت عليها على الشغلات الذهبية اللي اكتشفوها في النمرود بالحفريات لما، والجرار والشغلات الأخرى. هاي اللوحة عندي هي اللي هو تاجر الأقمشة أيام زمان، أيام زمان كان يجي التاجر للبيت. نعم، كان يجي التاجر إلى البيت ويعرض. ألوانها رائعة. الله يخليك يا رب. نعم، نحن يعني هون نشوف التركيز على التاريخ وعلى التراث، وأيضا نعم، بنفس الوقت استخدام ألوان حديثة. الحمد لله. طبعا هي هاي لوحة هي وحدة، لكن أنا استخدمت تقنية الفوتوشوب إنه دخلتها إنه اثنين. نعم اثنين. نعم. وهذه كبورتريت، إنه المرأة البغدادية، يوصف المرأة البغدادية وزيها أيام زمان. كان هي طبعا ولا تزال تحب المجوهرات وتحب العباية البغدادية وتحب الشغلات الحلوة دائما تشوفها، يعني التراتشي، كل شيء كل شيء. نعم، كل المجوهرات تحبها. جميل جميل جدا. لكن هون نراها بالأسود وأبيض، يعني بعدت عن الألوان. لا لا لا، هاي لا، هي ملونة، هاي ملونة بس كفوتوشوب صارت أسود أبيض. واو، هذه رائعة. نعم، هذه أيضا يعني المرأة أيضا بورتريت يعتبر. نعم، والتفاصيل أيضا، دقيقة أيام زمان من كانوا يلبسون البوشية وهالشغلات، ويحبون هاي الأمور الدقيقة. إذا تشوفيها بشعرها هاي بايعة السمك، إنه بس أنا دخلتها داخل المي ودخلت بيها الله نور السماوات والأرض. هي يعني كوصف تقريبي في نعم، هي اللوحة أكبر، هاي جزء من اللوحة وليست اللوحة كاملة، وحتى على رأسها موجود. نعم، وهاي العربيات أيام زمان كانوا يلبسوا، إذا تتذكرين هذا النوع من المخشلات. صح. نعم، صح. تمام، ونحن نرى الخلفية كمان، أبواب الخلفية. نعم، البيوت القديمة. هاي لوحة فيها بغدادية، فيها حزن، إنه الرجل حزين والمرأة دا تشوفيها طريقة قعدتها، وهاي محتارة بالضبط بالضبط، الحيرة واضحة عليهم. نعم، وإذا تشوفين همين الخلفية هاي منمنمات. نعم، هاي منمنمات جمعت بيها المحمدية والسبح والسبع عيون إذا تلاحظين، والنوع من الجرار القديمة، وخليتها إذا تلاحظين أكو سلارس المطلقة بيها. صح. فإنه دائما هاي الأمور هي مقيدة. صح. نعم، صح.
يعني احنا سمعنا ايضا هي نعم هاي بالحقيقة نقدر نشوفها. نتحدث اكثر عنها، لكن انا سمعت انه ايضا تمتلكي موهبة اخرى. نعم. غير الفن التشكيلي. نعم، التصاميم الداخلية. نعم، وتنسيق الحدائق ايضا. وتنسيق الحدائق اللاندسكيب. نعم. طيب هلا ابتديتي بالفن التشكيلي وبعدها انتقلتي للانتيريال؟ حقيقة بلشت احس من داخلي، وبالذات الانتيريال ما يحتاج لدراسة. بالمناسبة انا اختصاصي بيولوجي. أنا مو خريجة لا أكاديمية ولا خريجة هندسة، نعم، لكن كل ميولي هي فنية. فأحياناً يعني أكون جالسة وأحس إنه أنا إجتني فكرة كلش حلوة إنه يجب تنفيذها بالديكور. بالديكور. بالديكور نعم، والحمد لله والشكر عندي مواقع، عندي بغداد مثلاً. من تصميمك؟ من كلها تصميمي، كلها تصميمي. إنه السقوف، الجدران، التأثيث، تصميم الواجهات. طب هل بتساعدي ناس ولا فقط يعني بالعالم؟ لا عندي مواقع، عندي مواقع. نعم عندي بالعراق مواقع كثيرة، بيوت الأطباء كانوا يعني. هاي بعض التصاميم اللي بتقوليها. هاي شقة بالأردن. نعم لدكتور منقذ الجيبتي. رائع. نعم هذا حبوا الأسود والفضي. فعلا أسود والفضي. نعم، فإذا تلاحظين حتى هاي التصاميم، هاي المرايا والإنارة كلها تصميم. يعني البراكيت هذا ما موجود إنه حرفيا بالسوق. أنا أعطي التصميم نعم إلى المعمل وأشتغل وياه إنه أقول له تخلي هالقد عدد من الخرز من الكريستال وتكون بهالشكل هذا. هاي العجدارية تصميمي اللي هي كلها كريستال مع المخمل. مخمل نعم. يعني هلا حتى اختيارك مثلا للمخمل او غيرها كمان بيكون للقماش نفسه بيكون بالتاكيد. روعه. بالتاكيد. طيب رح نتحدث شوي اكثر عن اللوحات الموجوده معنا. هذه يعني شدتني جدا لان انت تستخدمين الالوان. نعم. بشكل كبير، لكن هذه الوحيده اللي سويتها اسود وابيض. لكن التراتش بالأبيض. التراتش الوحيده اللي خليتها اذا تلاحظين فيروزي. والخاتم. والخاتم بس، ولا كل اللوحه هي بلاك اند وايت. طب ليش اخترتي انها تكون مثلا ما اعرف انه حسيتها انه لازم تكون بدون الوان، ونالت اعجاب الناس بشكل لانه الاحاسيس واضحه. يعني يمكن الالوان كانت ستبعد الاحاسيس مثلا. ممكن ممكن ممكن. فحلوه هي بسماورها، وهي المراه عشقها الى هذا الرجل تعبر عن مشاعرها. نعم يعني احنا شايفين مثلا هي نظرتها له مثلا هي نظرتها. هو حزين. هو حزين. هو حزين. هو حزين. نعم. يعني هذا الرجل حزين، باللوحة التالية كان حزين. ف يعني روعة الأحاسيس اللي ممكن لوحة واحدة إنها تعرضها أو نراها. على كل الفنانة التشكيلية الممتعة بشرى الخطيب، شكرا جزيلا لوجودك معنا. يعني فعلا استفدنا جدا من الروح الموجودة عندك في لوحاتك، ونتمنى لك دوام التقدم. بارك فيكم. وأنا بدوري أشكر برنامج مبدعون للشرقية، وأتشكر من جلالة الملك عبد الله الثاني لأنه احتوى الفنانين في الأردن. وطبعا أشكر الأساتذة اللي هم دكتور اللي شجعوني، كانوا على تواصل وياي، دكتور ثامر الناصري ودكتور عبد الأمير المالكي، أستاذ عبد الأمير المالكي العفو، وأستاذ أحمد الشهابي وعباس الزهاوي. وشكر خاص إلى الإعلاميين دعاء المختار وأحمد زيدان وباسم العبودة اللي كتبوا علي إعلاميين. ما شاء الله عليك. وإحنا يعني دائما نتمنى لك دوام التقدم، ويعني كل الأجيال وكل الفنانين يتعلموا منك ومن الذوق الرفيع والعالي في تصميم اللوحات. على كل المشاهدين فاصل قصير ونعود وإياكم، ابقى معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. يحاول كثير من الناس إنقاص وزنهم من خلال الحميات الغذائية المتعددة التي تؤثر على الصحة في المراحل التالية، لذلك يجب اتباع نظام غذائي يحقق التوازن بين نظام حرق السعرات الحرارية وبين ضبط الشهية، وذلك يتم من خلال إعداد الوجبات التالية. وجبة الأيض الفائق أو حرق السعرات الحرارية العالية تعتمد على إعداد الوجبات الغذائية بطريقة صحية، بحيث تحتوي على نسبة هامة من الفاكهة والخضار الطازجة والسمك البحري والحبوب الكاملة ولحم البقر، شريطة أن تكون غير محمصة أو مملحة.
أيضا تعدد الوجبات، تناول الوجبات بانتظام وبكميات بسيطة مع عدم إغفال أي منها يعمل على زيادة فرص إنقاص الوزن ويقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكر ويبطئ الشيخوخة، فيما يؤدي عدم الانتظام في تناول الطعام إلى الشعور بالجوع السريع والمستمر وبالتالي تناول كميات أكبر من الطعام مما يسبب زيادة في الوزن والإصابة بالسمنة. ثالثاً، توازن الشهية. هناك بعض الأطعمة الواجب تجنبها عند إعداد وجبة الأيض الفائق لكي تتوازن الشهية وتبقى في نطاق السيطرة، ومنها الزيوت المهدرجة والزيوت النباتية المكررة والسكريات ومواد التحلية الصناعية وشراب الذرة عالي الفركتوز ومنتجات الدقيق الأبيض والحبوب المعالجة والأطعمة المعلبة والأطعمة السريعة. أيضاً، تناول المكملات الغذائية. ثبت علمياً أن استخدام المكملات الغذائية يساعد على التحكم في الشهية، وخصوصاً تلك التي تحسن من أيض الجلوكوز أو التي تقوم بامتصاص السكر والدهون من الأمعاء، شريطة أن يتم تناولها وفقاً لتعليمات الطبيب المتخصص. أيضاً، بعد الفشل ينصح باللجوء إلى هذه الخطوة وينصح أو ينصح الأطباء بإجراء فحوص مخبرية إضافية لتشخيص الحالة وتوصيف العلاج اللازم لها عند فشل كل المحاولات السابقة في الحد من الشهية والتحكم فيها، ومن أهم الفحوصات الإنسولين والجلوكوز لمعرفة مقاومة الإنسولين والمتلازمة الأيضية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نرجو أن تكون نالت إعجابكم. نشكر مرة أخرى الفنانة التشكيلية المبدعة بشرى الخطيب على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك. وطبعا دائما وأبدا نذكركم بأهمية التواصل معنا عبر موقعنا على facebook.com/منتصف النهار. حلقة جديدة وقضية جديدة بانتظاركم غدا، إلى اللقاء، دمتم بأمان الله.